السلام عليكم. إن شاء الله راح نستكمل في شرح الدورة. طبعا في هذا الفيديو راح نتكلم عن تصميم الفوتنج أو مقدمة في تصميم الفوتنج. يعني بكل بساطة بدنا نتعلم إحنا كهذا المبنى اللي كان عندنا في البداية كيف بدنا نصمم عليه الفوتنج. هسه إحنا حكينا بالفيديوهات السابقة فتنا على الإيثابس وطلعنا الأحمال للأعمدة ومن خلالها حكينا انه نوديهم على الفوتنج، تمام. طب هسه افرض انه انا ما بدي اشتغل ايتابس، افرض انه انا خلص يعني بدي اهمل الزلازل ولا شغل بحال. يعني انتم حضرتوا الفيديوهات وشفتوا كيف الفوتنج او كيف الايتابس صعب النمذجه فيه مثلا، واحنا ما اخترنا احمال الزلازل وشفنا اصلا في اختلافات، فاحنا ليش نغلب حالنا، احنا ليش نغلب حالنا ونفوت على الايتابس ونجيب الاحمال ونعمل نمذجة لمية طابق مثلا ولا خمس طوابق ولا اربع طوابق، وانا بقدر اعمل هذا الاشي من خلال السيف. طب رح تسألني كيف تعمل هذا الاشي من خلال السيف؟ شوف، هو بتقدر تعمله بس صراحة متعب جدا، متعب بس بضل اهون من النمذجة. هسه هذا المبنى اللي عندنا هو الطابق الارضي اللي اشتغلنا عنه المرة الماضية، وهذا انا اشتغلته لحالي او بتقدر توديه من الايتابس او لاخره. الطابق اللي فوقه اللي هو الفيرست بيسمنت، طبعا في الطابق اللي فوقه اللي هو الطابق الارضي وهكذا. هسه بعرف انه في اختلافات هون، بس انا هسه بدي اعطيكم المبدا ونصمم عليه، اصلا ما راح يفرق معنا. هسه لو احنا مصممين الطوابق كلها على نفس السلابه وكانوا كل الطوابق متماثله، هذا الموديل لحاله بكفيني. كيف يعني بكفيني؟ بقول لك والله انا كلياتهم نفس السلاب، راح تسالني تحكي لي كيف نفس السلاب، يعني انا كلهم صممهم فلات سلاب، تقول لي تمام، وهم كلهم بيشبهوا بعض، يعني هنا في حيط فوقه في حيط، هنا في حيط فوقه في حيط، هنا في حيط فوقه في حيط، هذا البيم نفس هذاك البيم، هذه السلاب نفس هذيك السلاب، هاي مرسومه نفس هذيك، فبالتالي راح اطلع لي نفس اللود. فبالتالي انا ليش ارجع اعمل اربع موديلات لكل طابق وهم اصلا نفس الشيء؟ فبكل بساطه بجيب لود العمود الواحد وبضربه باربعه، او اذا عندي اربع طوابق، عندي ست طوابق بضربه بسته، عندي 10 طوابق بضربه بعشره. هذا اذا احنا اهملنا تاثير الويند لود والزلازل، واحنا اصلا عندنا بالاردن اربع طوابق ما بنسالش عن الزلازل، تمام. فبالتالي احنا الموديل تبعنا لا عندنا اختلافات. اول اختلاف انه احنا حاطين هون مثلا دروب بانل، هون حاطين كابيتال، هون اصلا عندي عمودين بالهواء، بس بالطابق اللي فوق لا فيش عمودين بالهواء، بفرق. فما بقدر اعمل ضرب أربعة، ما بقدر أعمل ضرب أربعة. أنا عارف إنه هذا نفس اللي فوقه بغض النظر عن الوول اللي هون، هذا الوول ما هو قلب بيمات، بغض النظر إنه قلب، نعتبر إنهم نفس الإشي مبدئياً، نعتبر نفس الإشي. هذولا والثلاث طوابق اللي فوقه نفس الإشي، فاللودات اللي هون بضربهم بثلاث، أما اللودات هاي بضربهاش بإشي، تمام. ليش؟ لانه بنرجع نكرر، هذا طابق لحاله بيختلف تماما عن اللي فوقه، فهاي اللودات الاعمده لحالها باخذها زي ما هي. بعدين لودات الاعمده اللي هون باخذها زي ما هي، بس شو بعمل؟ بدي اضربها بعدد الطوابق اللي فوقها لانهن متماثلات. طيب يلا نيجي هسه كيف احنا عاملين الموديل، اللودز الديستريبيوتد لود على البيمز وهكذا، وعاملين كل شيء يعني مثل ما اخذنا سابقا. هسه بدي اطلع احمال الاعمده، كيف بعمل؟ باجي هون. هسه احنا بدنا نصمم فوتنج بنصممها على الوركينج لود، ما بنصممها على الالتيميت لود، احنا بنصمم المومنت والهاي على الالتيميت. فاحنا راح نعرف لما نيجي للفوتنج، احنا اسم مقدمه، لما نيجي للفوتنج احنا بدنا نيجي للفوتنج ومن خلاله نودي له احنا الوركينج والالتيميت، تمام. هسه شو بسوي؟ بحكي الوركينج لود بوينت رياكشن، بحط تربوليتد، هي بتكون الرزي هيك، بتحط تربوليتد وافسد، بعمل اوكي. شوف كيف بيطلع معي، بيطلع معي اشياء كثير مش واضحه. طيب افرض انا حطيتها الروز، يعني ها احنا حطيناها الروز، ما راح يبين معي شيء، بس لو رحت على 3D ببين معك. هاي الاحمال، هاي احمال الاعمده. طيب انا بدي اضل هيك اقلب 3D 2D، بقول لك لا عمي خلص، انت خليها تربل، خليها هاي اللود رياكشن، خليها تربوليتد واعملها 3D، اعملها 2D قصدي. طيب والعجقة هاي اللي هون، بقول لك سهلة، بتفوت هون بتشيل السلاب الوول الاوبننج والبيم، بتخلي لي الكولوم، فهيك بيعطيك احمال اعمدة لحالها. هاي احمال اعمدة لحالها. هسه شو بتسوي؟ هاي الاحمال بتاخذ قراءاتها. كيف يعني تاخذ قراءاتها؟ بقول لك تمام، بنفوت على الاكسل، فوت على الاكسل هيك، كثير متعب وكثير غلابة، نحكي مثلا كولومز
ثرونز رياكشن. نيجي نحكي كالتالي، طبعا كثير بغلب، كثير بغلب. نحكي مثلا هسه بلوك السكند بليسمنت، تمام؟ نحكي هسه بهمني انا السيرفيس لود من الالتيميت لود في سيرفيس اكسل، اكسل سيرفيس. نحكي ايش الالتيميت، بنحكي هسه السيرفيس. يلا بناخذ عمود عمود، طبعا مثل شو راح اروح عشوائي، انا ما راح اروح عشوائي، انا احط هذا عمود رقم 1، هذا عمود رقم 2، هذا عمود رقم 3، لا. انت راح تعمل كالتالي، بناخذ سكرين للاشي هذا، بنرجع الاكسل بننقله هون، تمام. شو بنسوي هسه؟ عمود بنقله، يعني بحط هون هسه عمود رقم 1، عمود رقم 2، عمود رقم 3، حبهم لتحت، ما بعرفش كم عمود عندي، عديتهم. سيرفيس لود، احنا سيرفيس لود صح؟ اعتبر هذا عمود رقم 1 مثلا. هسه انت مخير انك ترقم، مخير انك ترقم، يعني انك تروح على الفوتوشوب او على الفوتو اديتور، انه ايش؟ ترقمهم واحد واحد، ترقمهم واحد واحد، يعني تيجي زي هيك، تيجي زي هيك قبل ما اعمل سكرين، يعني اني اجي زي هيك احكي والله هذا هو رقم 1، هذا هو رقم 2، هذا هو رقم 3، عشان لما اروح الطابق اللي فوق اعمل نفس الشيء. هاي 5، هاي 6، هاي 7، هاي 8، هاي 8، هاي 9، هاي 10، هاي 11، هاي 12، هاي 13، هاي 14، هاي 15، هاي 16، هاي 17، 18، هاي 19، 20، هاي عمود 21، عمود 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، عندي 31 عمود، تمام. هيهم، في شي ناقص؟ هاي هسه هذول بعملهم سكرين أفضل. راضي يعمل سكرين كأنه خذهم، هذول بوديهم على الاكسل، اتوقع هيك اكتب واحسن، يعني في علاجك تمام. زي هيك شو بعمل؟ بحط له داتهم واحد واحد. طبعا انا راح اوقف الفيديو واعبيهم، يعني حرام اني اطول الفيديو عشان كيف اعبيهم. يعني هاي عمود رقم 1 97.9، بدك تحطه 98 مش مشكلة. عمود 2 131، 2 190، 3.4 حاول قرب للأعلى، 266.1، عمود 5 278.4، زي هيك بتشتغل، تمام. خلنا نوقف الفيديو وعبيهم، تمام. أنا هيك عبيتهم تقريبا، تقريبا يعني كبرتهم. خذ ملاحظة، في عندك هذا العمود وهذا العمود وهذا العمود نفس الحمل. رح تسألني يعني صدفة؟ بقول لك لا مش صدفة. احنا نرجع لهذا، نرجع للموديل تبعنا، نعمل اندي فورم شيب ونبين، نبين السلاب عندنا والوولز ونبينهم زي ما كانوا بالاصل. اذا بتلاحظ العمودين هذول والعمود هذا طيرات بالهواء، ما عليهم اشي فوقهم بالطابق هذا، بالطابق هذا. فبالتالي اكيد هو لما حسب وزنه لحاله، يعني انت لو تحسب وزنه اللي هو 3 متر ضرب كثافة الكونكريت ضرب الابعاد، بيطلع معك ايش؟ بيطلع معك الرقم اللي هو حاطه سيرفيس، اللي هو 7.95. شو عملت؟ عملت انا هيك طلعت الاعمدة السيرفيس. طب بدي الالتيميت نفس الطريقة، بروح زي هيك التيميت. لو انا كنت بطلع ديد ولايف، هسه لو انا كنت طلع ديد ولايف يمكن ممكن تكون اسهل شوي، بتغلب مرة. كيف يعني بتغلب مرة؟ يعني بحط انه الديد لحال واللايف لحال، السيرفيس بجمعهم، والالتيميت بعمل 1.2 1.6، بس يعني مش هالفرق العظيم. شو هذا؟ بلا. طيب هسه شو بنعمل؟ سلاب والز اوبننج بيمشي كل شيء، نرجع نفس الطريقة، نرجع بنفس الطريقة. ايش بنعمل؟ بناخذهم مرة ثانية، بناخذهم مرة ثانية، بعمل سكرين، بخلي الاكسل على الجنب زي هيك، لاني انا مرقم لامد مش راح اعمل كل مرة على نفس السلافة، يعني ممكن انه اعمل زي هيك، ممكن اخذ لهم سكرين مرة ثانية. انت حر،
انتحر، تمام انتحر. شو بدي اعمل؟ انا برجع ارقمهم، مش راح ارجع ارقم نفس التقييم، راح اضل اقارن. يعني والله عمود رقم واحد اللي هو اسمه 169 121 بوينت كذا، اشتغل زي هيك. انا راح اعبيهم هسه، يعني راح اعبيهم لحالي. انه انت شو بتعمل؟ تحط الصورتين جنب بعض وتعبيهم، تحمل للالتيميت، تحطهم التيميت، تمام. التيميت ليش؟ عشان انا بدي اصمم بعد هيك. خلي الالتيميت هسه، مش مهم كثير يعني. خلينا على السيرفس، خلينا بس احنا لا بدنا لازم نحط التيميت، تمام، عشان نصمم. طيب يلا راح ارجع اوقف الفيديو واعبي الالتيميت لحالي. تمام انا هيك رجعت عبيت التيميت، هيني عبيتهم. طبعا رجعت رقمت مره ثانيه وعملت سكرين، يعني انا وقفت الفيديو عشان هاي انا عبيتهم. هسه هذا الشيء عملته للسكند بليسمنت. هسه شو بدي اعمل؟ بدي خلص هاي الصوره انا ما بتهمني، تمام. مرقم طبعا هون، يعني مرقم على الشاشه، مثبت على الشاشه. ليش؟ عشان الطابق اللي بعده لازم يكونوا نفس الترقيم. دير بالك ما يكونوش نفس الترقيم. شو بعمل؟ بعمل اذر فلور، اذر فلورز. ليش سميت اذر فلورز؟ لاني انا افترضت عندي، مشان تتعلموا يعني انتوا. لا يعني انا بالاصل مش راح اعمل هيك، راح اعمل فيرست بيزمنت جراوند فلور، فيرست فلور، سكند فلور. انا خلص افترضت انهم نفسهم عشان اخلص سيرفيس. بعمل التيميت، بدي اكرر نفس الاشي. طبعا انتوا بالمشاريع راح يكون عندكم ريبت سلاب، راح يكون عندكم فلات سلاب، راح يكون عندكم وفل مثلا، راح يكون عندكم سوليد سلاب. على فرض انتوا كل طابق راح تعملوا له هذا الاشي، عشان لما انتوا تكونوا اربع بالمشروع كل واحد بيعمل لحاله، وانت لحالك. يعني انا لحالي عملتين، مش هالاشي العظيم ولا هالغلبة. شو بعمل؟ برجع بكرر نفس الطريقة لهاي الطوابق. هاي الطوابق شو بنعمل هسه؟ هذا الطابق انا الثاني عندي، او الطابق الباقي، بعمل ايش؟ نفس السلافة، point tabulated working. اوكي طبعا طلعت نفس العجكة، مش مهم، منغلبش حالنا فيهم. نعمل نفس الطريقة، نعمل نفس الطريقة، طلع معي زي هيك، تمام. هسه انا متأكد من القيم اللي طلعت معي انه في عندي خلل بالنموذج. كيف؟ هذا العمود كيف طلع لي لود 4 وهو اصلا وزنه لحاله اعطاني 7 قبل شوي وهو وركينج، وهذا كمان عليه سلاب، عليها من السلاب. عندي خطأ بالنمذج، عندي خطأ بالنمذج اكيد. بس انا قلت لكم بدنا نتعلم، فاعطيتك الطريقة، تمام. اعطيتك الطريقة، بس انت يعني لما بدك تشتغل على مشروعك بتظبطه مظبوط، تمام. هسه هاي الأعمدة خلينا نشوف نفس الترتيب، 1 2 3 4 5 6، شوي معجوق صراحة، أتوقع هيك بظبطهم. يعني بدي أخليهم يكونوا على نفس الشاشة. أيوة هيك مظبوطين، لا مش مظبوطين، شوي زي حين. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. خلص مبينين إنه مين كل عمود وين. يعني افضل سكرين، راح ارجع اعمل سكرين، اروح وين على الاكسل، برضه اجي لهون واغطي هذول. يعني انت عندك طريقة التقييم المناسبة، الواحد حر بشغله، اهم شيء يشتغل صح. انا بالفيديو ما بشتغلش صح. طبعا ملاحظة ثانية، انا بصمم الاعمدة هاي الطريقة كمان، اذا ما بدي استعمل الايتابس نفس فيديو الكولومز. هي فيديو الكولومز، هاي الكولومز هون. لا يفتح الجهاز شوي، صار بطيء صراحه الفتره الماضيه. هاي الكولومز شايفين الاحمال، هاي ال 282 و400 و204، هذول وين جبتهم؟ انا جبتهم الايتابس المره الماضيه. طب افرض انا ما عندي ايتابس، شو اسوي؟ نفس الطريقه، هاي الخانات، هاي وهاي وهاي وهاي، وعلى بي التيميت بروح وين؟ هذول الالتيميت اللي هون، والالتيميت اللي هون، والالتيميت اللي هناك، وهكذا، تمام. وهكذا شو بعمل؟ باجي هون سيرفيس، بحطها 194.384.414.41.231.3، بعب بالقيم، تمام. عمود رقم 4 294.369.288.2. هسه شو بدي اعمل؟ بدي اوقف الفيديو وكملهم لحالي. لا هاي 72.5، هو عمود رقم 10، عمود رقم 11 3.81، عمود 3.5،
هذا عمود 14، هذا عمود 15، عمود 16، يعني شوي تحسه معجوق بسبب انه ارقام. يعني صراحة هاي انسب طريقة، يعني ما بقول لك، يعني اقول لك في غيرها، في غيرها، بس انسب طريقة انك تصمم صح. هاي انا مهمل الزلازل تماما. العمود الأخير أيوه، هاي كل الأعمدة سيرف. هسه شو بعمل بنفس الطريقة، ألتيميت تمام، هاي ألتيميت، برجع آخذ سكرين. تمام زي هيك، روح اعبي الالتيميت هسه لهالي بالفيديو، بوقف الفيديو وبعبيهم وبقول لكم شو تسووا بعدين. كان عبيت السيرفس وعبيت الالتيميت للطوابق كلها، هسه شو بعمل؟ شو بعمل؟ بحط دي كتري، بحط سم اوف رياكشن. شو بحكي؟ السيرفس لحال طبعا، والالتيميت لحال. لو عندي قلت لكم خمس طوابق مختلفات طابق تعملوا له شيء هذا، انا خلص عارف هذول الثلاث طوابق نفس الشيء، على فرض نفس السلابات نفس كل شيء. احنا مساله التخرج ما راح يكون اي طابق نفس سلاب ثاني، راح تعملوا هذا الشيء خمس مرات او اربع مرات حسب عدد الطوابق اللي عندك. لو مشروعك 1000 طابق بدك تعمل هذا الشيء 1000 مره، اذا 1000 طابق اكيد انت راح تشتغله يوتابس غصب عنك، لانه بدك تشتغل على زلازل. يعني 1000 طابق مو خمسة أربع طوابق ما فيش. هسا السيرفس شو بده يكون؟ بده يكون عبارة عن حاصل هاف زائد طابق. عندي أنا عندي أربعة، عندي أربع طوابق، واحد عندي خمس طوابق، خلينا نقول أربعة ضرب بعض تمام، وبجمعهم. شو بعمل؟ بجمعهم زي هيك، بسحبهم لعند المفروض يسحب لحاله، بس ما بعرف. هاي جمعهم لحاله، وبالالتيميت بنفس الطريقة بجمع هذا زائد أربعة ضرب هذا، يعني أربعة طوابق. شايف؟ طبعا لاحظ القيم منطقية، منطقية بمعنى إيش؟ إنه هذا 97 بعد الالتيميت له 121، أكيد أعلى منه. هذا 60، هذا يعني هذا ببين لي ناقل صح. كذلك بالطوابق اللي فوق، يعني هذا كثير قريب من هذا، الفرق فرق النمذج، قلت لكم في خطأ بالنمذج. المهم أنا هذول اللي بدي أصمم عليهم، هذول اللي بدي اصمم عليهم. هسه انا بدي اصمم الكولوم، بدي اصمم الكولوم، شو بعمل؟ بمسك هذول، بمسكهم بوديهم وين؟ بوديهم على الشيت الثاني اللي وديتكم اياه زمان على الفيديوهات. انا مش راضي يفتح الجهاز كثير، يعني ميت صار شو ماله. المهم هيو 31 عمود، بركز نفس المشروع صراحة. بقول لي رفرنس، صح لازم اخدم كنمبرز تمام. هيو حتى ابعاد الاعمده صراحه ناسيهم، عملت الاعمده خلينا نجيبهم ثواني، لما نجيبهم من هون ديفاين كولوم بروبرتيز. في عندي نوعين الاعمده، 20 ب 50 و25 ب 60، بس مش عارف مين 20 ب 50 ومين 25 ب 60، عشان هيك ثواني. طيب هذا العمود ايش؟ مش راضي يطلع معي. طيب هاي الأعمدة، لو نيجي لهذا العمود، هذا العمود مبين معنا انه 25 ب 60
مبين معي. طيب خلينا نعمل select، تعمل اي شيء مش عارفه تقدر تعمل select column property مثلا ايش 20 ب 50، هو بكون اختار. فشو بعمل؟ show selected object only، هاي العمدة كلها 20 ب 50، هاي العمدة كلها 20 ب 50، يعني اللي هو هذا مثلا هذا العمود وهذا. خلص انا بعرف انه هذا وهذا هم 30 و 31، تمام. خلوا العمود 30 و 31 اخر اثنين هذول، حط بعدهم 25 50، هيهم معمولين. الاف سي برايم عندي كم؟ 30. الاف واي 40. قال لي عنهم سيف، قال عنهم سيف. شو يعني سيف؟ انا مصممهم اموري تمام، تمام مصممين 100%. طب هذا العمود ليش فشل؟ هذا العمود فشل بدي اكبره، خلص زي هيك فشل كبره. طبعا عندي خطا بالنموذج، قلت لكم الاعمده مش نفس بعض. احنا بالاداره طلعوا المره الماضيه كلهم سيف، وانا اشتغلته لحالي قبل هيك كانوا كلهم سيف، بس هذا الموديل انا عملته على السريع وكان في ايرور. الايرور هون ليش طلع فاشل المقطع؟ اتوقع هذا العمود يعني اذا بدنا نصممه نخليه 30 60، بصير سيف. هذا العمود اللي انا رقمه بده يكون عباره عن 26، رقمه 26 حسب تقييمي انا. يعني نرجع لهون، انا شو كان العمود عندي؟ راحت الصورة. 26 اللي هو هذا 26، العمود بدي اخليه 30 ب 60، بس هاي الفكرة، هاي هي كل الفكرة. العمود بدي اخليه 30 ب 60، اصلا هم كانوا اربع طوابق من خمسة، تمام. انا بحكي لك، انا بحكي لك انت كونك حضرت الفيديو هذا، انا بحكي لك تصميمك للاعمدة صح. يعني انا بدي اعدلها صح، هاي ثلاث طوابق، هاي ثلاث طوابق، وراح اكون سيف على الاكيد، راح اكون سيف على الاكيد. هيك انا شو عملت؟ بكون انا صممت الكولوم، كان بكون شو عملت؟ صممت الكولوم. بس لو بدي اصمم فوتنج بقول لك نصمم فوتنج، راح ناخذ هذا وراح ناخذ هذا برضه، راح ناخذ هذا وراح ناخذ هذا برضه. هذول ايش؟ انا كان وصلت لهي الخطوه، الفيديو انتهى، الفيديو انتهى. شو الفكره؟ كيف تاخذ لودات الاعمده عشان تصمم الاعمده وعشان تصمم كولوم، عشان تصمم الفوتنج، عشان تصمم الكولوم تاخذ اللود الالتيميت وبتشيك على الشيت الثاني. الشيت الثاني رحت لكم اياه بالتفصيل، الابعاد الاري جروس اف سي اف واي اف سي وهكذا، فحصنا وقتها اذا هل هو سيف ولا انسيف. هسه فيديو الجاي راح يكون كيف بدنا ندخل ونعرف خصائص الفوتنج وكيف نشتغل بالفوتنج. ويعطيكم العافيه.